السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده نبدأ بقى نعمل السي اس اس بتاعنا سريعا. زي ما قلت في أول فيديو، إحنا يهمنا الجافا سكريبت وليس السي اس اس، فهنعمل السي اس اس بتاعنا سريعا بأمر الله. أول حاجة خالص هتلاقيني في ال HTML زودت حاجتين، ألا وهما الفونت اوسم بتاعتنا، وزودت الفونت فاميلي بتاعنا اسمه اي بي امبكس. دور عليه على الجوجل فونت بمنتهى البساطة هتلاقيه بالاسم ده. تعالوا بقى واحدة واحدة في السي اس اس. أول حاجة كالعادة هنعمل النجمة بتاعتنا ونشيل كل حاجة، المارجن والبادنج وبوكس سايزنج بوردر بوكس، اللي هو فكرة إنه يحسب لك البادنج والبوردر من الويتس والهايت بتاعك. طيب تعالوا بقى واحدة واحدة. أول حاجة معانا فكرة إن الهيدر بتاعنا، فكرة الهيدر واخد باك جراوند، والكلمة بتاعتنا اللي اسمها اب تايتل واخدة خط اللي هو الفونت فاهم اللي أنا جبته، وشوية باك جراوند وشوية بوكس سايزنج بمنتهى أو بوكس شادو بمنتهى البساطة اللي أنت شايفها. فتعالوا واحدة واحدة. أول حاجة خالص هروح لل الكود بتاعنا، أقول له هات لي بعد إذنك الهيدر. هتعمل إيه في الهيدر؟ هديله الباك جراوند بتاعتنا، وخلينا بقى نستخدم حاجة في السي اس اس، فكرة الفاريبلز. الناس اللي فاكرة أقول له أنا عندي هيكون في كذا لون، مثلا لون الرصاصي مثلا اللي هو الجري كولر مثلا، وده هيكون لون اللي هو السي سي دي اي دي 1. أنا طبعا عارف الألوان دي من كتر الشغل بتاعها. ولون كمان هسميه مثلا وليكن اللون مثلا الدارك مثلا، أو اللي هو الأزرق الدارك بلو. الدارك بلو ده قريب من فكرة ال 0E0 E55، يعني قريب من الأسود شوية. وعندنا إيه تاني؟ عندنا ال يعني خلينا باللونين دول دلوقتي. الهيدر بتاعنا هياخد الباك جراوند كولر اللي هو دارك بلو، و غالبا في شوية بادنج زي ما احنا شايفين في الصورة بتاعتنا. هدي شوية بادنج وليكن من فوق ومن تحت، وليكن 60 بكسل اليمين وعلى الشمال. كده كده مش عايز اليمين والشمال. قلنا خلاص الباك جراوند كولر وال ماشي. تعالوا نشوف كده شغال. عايزين اي حاجة للكلمة دي تكون في النص، واي خط عندنا هيكون بالفونت فاميلي اللي انا جايبه اللي هو تعالوا نشوفه فين اهو، اللي هو ده. اخده كده كوبي طبعا واشيل الزوائد دي كده بالشكل ده. والله لو الخط ده ما اشتغلش شغل لي بعد اذنك السان سيف. تعالوا نبص كده بصه، ادي ريفرش فعلا الدنيا تمام. تعالوا ناخد كل حاجه تكون تكست اونلاين سنتر في الهيدر، تكست اونلاين سنتر. وتعالوا بقى للاب تايتل اللي هو اصلا كلمه جيت هاب اب، يعني هنديها بقى فونت سايز وليكن 35 بكسل. هنديها باك جراوند كولر اللي هو الجري كولر. طبعا الناس لو مش عارفه فكره الفاريبل ده سي اس اس ممكن تراجع عليه. هنديه كولر وليكن لون اسود. هنديه بادنج وليكن 3 بكسل 10 بكسل من فوق ومن تحت ويمين وشمال 10 بكسل. ديسبلاي طبعا اللاين بلوك. ليه؟ لان الاتش 1 اوتوماتيك بيكون بلوك، فانا بخليه على قد الكلمه بس. ممكن ندي بوردر راديوس، وليكن بوردر راديوس طبعا وليكن 5 بكسل. وتعالوا نبص كده على الشكل بتاعنا، ريفرش ماشي الى حد ما شغال. ناقص بس الشادو بتاعنا. اقول له والله يا باشا الشادو بتاعك هيكون بوكس شادو وليكن 6 بكسل 5 بكسل 3 بكسل، واللون بتاعنا اللي هو اللون الاسود. ونبص على الدنيا شويتين، يعني الى حد ما شغال. طيب هنا ممكن اللون بتاعنا مش لون اللون نفس اللون بتاع الباك جراوند ده، فاقول له بعد اذنك الكالر مش اسود، انا اسف، الكالر هيكون فار دارك بلو.
ممكن نكبر الخط بقى، نقول له 45 بكسل ولا حاجة، بحيث إن هو يكون شبيه شوية باللي موجود هنا إلى حد ما شغال بالشكل ده. سريعا نخش على الجزئية اللي على الشمال، دي جزئيات الكارد بتاعتنا، فهقول له سريعا الجزئيات اللي على الشمال دي تعالوا ندي بادنج للمارجن نفسه أو المين كله أو الكونتنت كله على ما أتذكر. هقول له الكونتنت بتاعنا اللي هو ده يعني فين الحتة دي كلها، دي بادنج بس كده مش أكتر، من اليمين والشمال أو من فوق ومن تحت كمان 30 بكسل من فوق ومن تحت، واليمين والشمال 60 بكسل بحيث إن هو ما يكونش لازق في الحواف هنا. تعالوا نمسك التايتل بتاع الكارد نفسه، أقول له هات لي بعد إذنك الكارد، هات لي الكارد، هات لي منه الاتش 2، ولا أنا كنت كاتب إيه؟ أيوه بالظبط اتش 2. اعتبر لي بعد إذنك إن الباك جراوند بتاعته برضو باك جراوند، فيها غلط ولا أنا مش فاهم؟ أه إيه ده؟ إيه اللي أنا كاتبه؟ عليك. الباك جراوند كولر هيكون الفار دارك برضو بلو، والكولر بتاعنا هيكون خليني انا مثلا هو ابيض ولا انا مش فاكر، هو مش ابيض هو رصاصي بس يلا خلينا نخليه ابيض. وندي بادنج وليكن 15 بكسل، وندي بوردر راديوس، بوردر راديوس وليكن 3 بكسل بالشكل ده، نشوف الدنيا بتاعتنا شغال. طبعا عشان الدنيا كلها واخده ده ديسبلاي بلوك طبعا، فاحنا عايزين نخليه على قد الجزئيه اللي على الشمال، فاحنا كنا عندنا الكونتنت الليفت ده، قول له انت الويتس بتاعك وليكن 30% بالشكل ده مثلا يعني، بحيث ان هو يكون بالشكل ده. وندي بوردر كده ولا حاجه لكل الكارد اللي عندنا، اي كارد ياخد بوردر مثلا 1 بكسل سوليد، اللون برضو اللي هو ده، ممكن طبعا نستخدم البار عشان كلها لو غيرنا في الفاريبل بتاعنا يكون كل حاجه تتغير اوتوماتيك. ادي ريفرش، ممتاز جدا. اي كارد والتاني يبعد مارجن بوتون كده عشان ابعدهم عن بعض، وليكن 20 بكسل عشان كل واحد يبعد عن التاني بالشكل ده، ماشي. تعالوا بقى للفورم سريعا اللي جوه الكارد بتاعتنا، اقول له هات لي الفورم، الفورم بعد اذنك، وممكن تعمل لي جواها ايه؟ مش عايزين غير تعمل لي بادنج 15 على 15 15 بكسل. هات لي يا باشا الليبل اللي جوه الفورم، ادي له فونت سايز وليكن 16 بكسل، وتعالوا نشوف كده ماشي، وخلي ديسبلاي بلوك عشان يظهر لوحده، ديسبلاي بلوك عشان بس يخليه في سطر لوحده إلى حد ما تمام نفس اللون هنا. وتعالوا بقى نمسك الاتنين دول، هقول له هات لي الانبوت، الانبوت ده هياخد ويدث 100%، ممكن ياخد بادنج وليكن 10 بكسل عشان يوسع شوية، ياخد مارجن من فوق ومن تحت 7 بكسل يمين وشمال مش عايز، يعني الفونت سايز شوية ممكن ألعب فيه، أقول له الفونت سايز وليكن 16 بكسل برضو. ممكن ياخد بوردر، مش عايزين بوردر اللي هو بياخده، اقول له بوردر 1 بكسل سوليد برضو اللون بتاعنا الفار دارك بلو، مش عايز اوت لاين عشان لما تعمل فوكس عليه ما يكونش فيه. وممكن ندي بوردر راديوس ولا حاجة 3 بكسل، وتعالوا نبص على الشكل بتاعنا احنا هنا يعني شغال الى حد ما. تعالوا بقى اي بوتون، بما ان البوتون ذات توحد فاحنا ممكن نعمل كلاس اسمه بوتون اليمنت مثلا اي حاجه، وهديله اي لاي سواء البوتون بتاع السبميت او البوتونز بتاعه اللانجوجز، بحيث ان انا بوحد يعني. فدي ملحوظه مهمه ان انت لو عندك كذا حاجه هتشترك فوحد لها الكلاس بتاعها. البوتون ده هياخد ايه؟ هياخد ستايل طبعا موحد، هقول له هنا وليكن الويتس بتاعك 100%، الديسبلاي بتاعك هيكون بلوك، وممكن ادي مارجن برضو وليكن 5 بكسل من فوق وتحت يمين وشمال مش عايز. الباك جراوند كولر بتاعتك هتكون اللون الاسود، الكولر بتاعك هيكون اللون الابيض، في بوكس شادو برضو زي
اللي فوق ده 6 بكسل 5 بكسل 4 بكسل، لون بقى مثلا اسود. وتعالوا نبص كده ونشوف ممكن نغير في ايه تاني. طبعا الكلاس ده هو شغال، بس احنا ما حطيناش على اي حاجة من هنا. هقول له هنا وهنا 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 وهنا، ياخد الكلاس اللي هو بي تي ان اليمنت. وهتيجي تشوف تاني هنا، هعمل ريفريش الاقي الدنيا تمام نايس، بس موضوع البادنج والبوردر راديوس. هقول له بادنج وليكن 7 من فوق من تحت يمين وشمال، مش عايز الفونت سايز يكبر شوية بعد إذنك، وليكن 18 بكسل. البوردر راديوس بتاعك وليكن 5 بكسل. وتعالوا نشوف لو عايزين نغير أي حاجة نعملها يعني إلى حد ما. تعالوا نبعد بقى يعني الشادو إلى حد ما، شكله مريب جدا. ممكن نشيل الشادو، مش لازم يعني نعمل كل حاجة، فاكس أهو. ممكن ندي بادنج للكارد التانية دي اللي هي اللانجوجز، أقول له دوت لانجوج لانجوجز، ندي بادنج وليكن 10 بكسل كده بحيث إنه يخش جوه كده. وأي بقى بوتون يبقى الكيرزر بتاعه يكون بوينتر عشان أدوس عليه. ممكن تعمل بقى هافر أو أيا كان، مش هيفرق معانا إلى حد ما يعني. الباك جراوند طبعا بتاعت الحتة دي اللي هو الصفحة كلها مش لون أبيض، بس إحنا نخليها كده برضه دي أشيك شوية. حلو جدا. تعالوا بقى نشوف الحتة اللي على اليمين دي سريعا. إحنا عندنا في الحتة الرايت في النيم أوف ريبو، أنا مش عارف هي ليه مش ظاهرة. طبعا هي تحت هنا إيه الـ HTML والنيم أوف ريبوز بالشكل ده. دي هنظبطها سريعا. طبعا عندي الكونتنت اللي هو ماسك الليفت والرايت، هقول له الكونتنت نفسه ياخد ديسبلاي فليكس بحيث ان هو كل حاجه تكون على اليمين، اسف عشان يكونوا الاثنين جنب بعض يعني. الليفت ويدث 30 والرايت اقول له انت الويدث بتاعك وليكن 68 68% بحيث ان يكون فيه مسافة ما بينهم. أقدر أقول له justify content space between بالشكل ده عشان يكون ده على اليمين وده على الشمال وجنب بعض بالشكل ده. آدي الكلمة مش هلعب فيها، ممكن ألعب بس في الحتة دي اللي هو الزبان بتاع أو الريبو ايتم نفسه. الريبو ايتم لو فاكرين هو شبه الهيدر شويتين، فهقول له أنت أول حاجة display بتاعك عشان أنت لينك فيبقى display بلوك. الباك جراوند بتاعتك هتكون اللون فار دارك بلو، الكالر بتاعك يكون اللون الابيض. هتاخد ديسبلاي تاني فيليكس بلاش بلوك بقى عشان اقدر اخليه لسبان على الشمال، والكلمه التانيه بتاعت الريبو تبقى على اليمين. اقول له جاستيفاي كونتنت سبيس بتوين، والفونت سايز بتاعك يكون وليكن 17 بكسل، وندي بادنج شوية وليكن 8 من فوق ومن تحت 10 من اليمين والشمال. وتعالوا نشوف الشكل كده ريفرش إلى حد ما شغال. ممكن نوسع شوية ال 10 مثلا من هنا و15 من هنا، وبوردر راديوس وليكن 5 بكسل، وعندك التكست ديكوريشن بتاع الكلام مش عايز خالص تكست ديكوريشن بالشكل ده. وممكن طبعا تعمل بقى اي هوفر ولا حاجة. هعمل مارجن طبعا من فوق ومن تحت 7 بكسل بالشكل ده. ممكن نعمل هوفر ولا حاجة، اقول له دوت ريبو ايتم، لما اعمل عليه هوفر خلي الباك جراوند بتاعت الدنيا كلها تبقى باللون الاسود بالشكل ده، شغال جدا. طبعا هنا ال 200 والايشوز هنظهرها طبعا بناء كل حاجة على الداتا اللي جاية من الاي بي اي. كده بكون خلصنا الستايل بتاعنا. نفس الستايل ده هيتطبق على الصفحة التانية اللي هي هتجيب الايشوز بتاعتنا، هاخد نفس الستايل ده احطه على الصفحة التانية. اسف طبعا زودت في ال HTML وال CSS، بس معلش ناخد منها كأنها مراجعة على الستايل بتاعنا. وبإذن الله من الفيديو الجاي هنبدأ الجافا سكريبت بتاعتنا بأمر الله. يا رب يكون الفيديو واضح، ما ننساش دايما ندعي ان ربنا يحسن خاتمتنا ويثبتنا عند السؤال. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.